الأسد عايز إيه؟ الأسد عايز يحتفل، هو مستني احتفال، يمكن يكون احتفال بالارتباط، ارتباط رسمي، أو مستني احتفال بعيد جواز، عيد ميلاد، في مناسبة الأسد متوقع إن هو يحتفل بيها، عايز يحتفل بيها طبعا مع شريكه. نفسه شريكه يديله حاجة، هو مستني منه حاجة. سيبكوا بقى من البنتكلز إن هي كوينز، لا مش شرط يكون فلوس، مش مستني منه فلوس، مستني يديله حاجة، مستني منه عطاء من نوع ما، حتى لو اهتمام يعني. شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتخلى عنه، بيبعد عنه، مش قريب، مش قريب بالدرجة الكافية على الأقل يعني، ده أنا بحاول أقولها بألطف طريقة ممكنة، بس هو بيبعد ومتجاهل الحب والمشاعر والحاجات دي كلها، وإيه وسايبه ورايح في حتة تانية. شريك الأسد عايز إيه؟ شريك الأسد كينج اوف كابس، هو حابب يديلك مشاعر، عايز يديلك مشاعر اكتر، معرفش ايه اللي موقفه، يمكن يكون حاجه فيك بينك وبينه مثلا، انه انت يمكن زعلان منه في حاجه، انا مش قادره افهم، بس هو عايز يديلك مشاعر. نفسه في برج بينكم، نفسه يتهد، نفسه يتهد. بصوا بقى، افتكر ان البرج اللي بينكم ده شخص، ده شخص، الشخص ده او حتى ممكن تكون صفة فيك في الاسد، نفسه انها تتهد ويحل محلها حاجة احسن، او في حد عامل لك غشاوة على عينيك خليك مش مقيم الموضوع صح، واللي بيأكد لي ده حاجة كارت هنشوفه بعد شوية. شايفك ازاي؟ شايفك خبر حلو، يعني انت بتسر قلبه، بتدخل في قلبه السرور، حاجة طاقة إيجابية بحتة يعني. الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة، انتوا شكلكم داخلين على مرحلة جديدة ومرحلة حلوة، أو دخلتوا فيها في بالفعل. ده كارت زواج كويس، أنا بشوفه كارت زواج، أو التوجه نحو الدين، أو بتمروا بظروف وحشة جدا، يا ده يا ده. بس في حاجة جديدة هتحصل، في حاجة هتشتغلوا عليها، هتصلحوها، في حاجة هتتصلح، زي ما انتوا شايفين هو قاعد بيصلح حاجة، في حاجة هتتصلح كويس. أنا مش عارفة ده شغلك ولا شغل شريكك، بس اللي حسسني إنه في حد هو اللي مسبب المشكلة بينك وبين الأسد الكارت ده. شايفين هو قاعد، ده واحد ملك وماله هدومه وقاعد وحاجة حلوة جدا، وجنبه هذا الكائن الطفيلي، ده بينصحك نصايح مش كويسه، ده مش بيتمنى لك خير. في طرف في العلاقه دي بتاعت المجموعه التانيه للاسد مشوش على رؤيه حد فيهم، يا اما الاسد او شريكه، فاهمين قصدي؟ بس افتكر ان هو الاسد، لان اللي نفسه الغشاوه تمسح هو شريكك يا اسد، في حد مسيطر عليك، مش مسيطر عليك، انت مدير ودنك، الشخص ده مش كويس، مفهمك صوره غلط عن شريكه. البرج ده لما هيتهد هتبتدي تشوف الصورة أوضح، وهتشوفها أحسن، وهتشوف يعني شريكك أو حبيبك على حقيقته فعلا، مش بالصورة اللي الشخص ده أو البني آدم اللي بيوسوس لك ده مصورها لك، لا. فهمتوا قصدي؟ الرقم ما بينكم حلوة جدا، زي ما قلنا الأسد مستني احتفال، مستني عطاء أو حاجة معينة من شريكه. الأسد شايف شريكه بيبعد عنه، ومش دي الحقيقة، أنا مش شايفة إن دي الحقيقة خالص، شريكك بيحبك يا أسد وعايز يقدم لك الاهتمام وكل حاجة، بس في حاجة واقفة في طريقه، في حاجة مضايقاه، لمجرد ما هتروح هتشوف كل الحاجات دي وهتبان لك بصورة أوضح. شايفك خبر حلو وطاقة تفاؤل وحاجة حلوة جدا، والطاقة ما بينكم فيها مرحلة جديدة، أفتكر أنتوا هتشتغلوا على الموضوع وهتصلحوه يا أسد مع بعض. ده فعلا صح جدا، كلام صح، الابتعاد العاطفي للأسد، تمام، ده فعلا صح. بشكرك يا أم حياتي، أمل حياتي، بشكرك. طيب شوفوا بقى مين الشخص اللي عمال ينصحكم النصايح اللي مش لطيفة دي، و
اي حد مدخلينه في العلاقه. هرجع تاني واتكلم على الحموات، بليز ارجوكي كل الحموات خليكوا كده جمال، خليكوا حلوين، وسعوا للخير. يعني اي زعله تحصل حولي، يعني معلش هات الغلط على ابنك او بنتك احسن، عشان الدنيا تمشي وما يبقاش حد شايل من حد. لان هقول لكم على حاجه، بيحبوا بعض جدا، ف هيبقى انتوا شكلكم وحش، يعني في الاخر هيتصالحوا، كده كده هيتصالحوا. فخليكم كده محضر خير وصلحوا ما بينهم ان شاء الله. ربنا يعني ربنا هيكافئكم على حاجه زي كده اكيد. تمام. محمد ابعت على الصفحة. اوكي ان شاء الله يا نسرين. اوكي ده شغل جديد ان شاء الله باذن الله يا ماما توجي. ما فيش حاجه بتتصلح، ما تقوليش كده يا مريم، ان شاء الله هصلح كل حاجه باذن الله هتتصلح. ده اللي انا شفته، عايزه تصدقيني صدقيني. الصبر طاب. طيب صبر طيب، اهلا بيك نورك. الظروف صعبه في صلح في صلح الاسد مع اسد. اه دي حقيقه، دي حقيقه. اوكي الحظ في العمل. نيجا انا شفت العمل في عند الاسد كويس، وفي يمكن عنده سفر كمان. مريم لو دي الحاله، لو دي الحاله حاسه ان جواكي طاقه مش كويسه، طاقه سلبيه، بعتيلي على الصفحه حاول اساعدك. كلميني كلميني نشوف، ممكن احاول اساعدك ازاي. كلامك صح جدا، انا بموت فيكي يا علا، تسلمي لي يا روح قلبي. صح جدا يا سرسوره، ميرسي يا روحي. انا كانت ما تقولش على نفسك كده يا راشد، ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. اوكي الكلام ده 100% يا ست الكل. يا حسني بشكرك جدا جدا. اوكي يا رب باذن الله. طيب خلينا نشوف اخر مرحله، مش عارفه انا مستعجله ليه النهارده. اللي مش مرتبط اصلا يا انا مش عارفه اقرا اسمك، حوض حوض اطوان. انا شفت للناس اللي ما عندهمش ارتباط خالص، مش في علاقه اصلا، لا مفيش علاقات جديده، يعني السناجل سناجل وانجوي. السناجل بليز انجوي. هنشوف المجموعة الثالثة والأخيرة، برج الأسد. أيوة أيوة أيمن. جميل جميل، يا سلام يا سلام. أوبا طيب، تطور مادي حلو قوي. المجموعه الثالثه حاله امان سيكيورتي، مش عاتل هم ان شاء الله، مش عاتل هم خالص للحاله الماديه. الحاله الماديه عندك حلوه جدا، وبص فرحان بنفسك ازاي وشكلك. رايح على مغامره، هتعمل مغامره. وكمان بيوصفك يا اسد شخص تلقائي، شخص ايجابي، شخص كده عفوي على طبيعته. عندك شويه تهور، في شويه تهور، بليز احسب بس خطوتك كويس. بس شكلك داخل على مغامره جديده، بس الكارت طاقته حلوه جدا، شمس طالعه وانت مبسوط وايه وحالتك المزاجيه كويسه جدا الحمد لله. هنا ذا لافرز ده في حاله ارتباط بس مش جديده، دي مش مشاعر جديده، دي مشاعر موجوده اوريدي، بس انت مرتبط بشريكك. طيب في هنا حالة هروب بتحصل، بتهرب من ايه يا اسد؟ بتهرب من ايه؟ شكلك عامل الحاجة غلط وبتهرب منها. مش عايز تواجه، او على الاقل مش عايز تواجه، يعني خلينا نقول مش لازم تكون عامل حاجة غلط، مش عايز تواجه حد دلوقتي. وراحتك انت حر اصلا، يعني ده هو اللي كسب، يعني لو انت ما واجهتوش هو كده الكسبان، لان مواجهتك صعبة جدا. عندك الشمس، الشمس ساطعة وطلعة ومنورة الدنيا كلها. الشمس يعني فرح، يعني طاقة إيجابية، يعني نجاح، يعني صحة، حاجات حلوة قوي، وأمان.
ودي اهم حاجه عندي بصراحه، احلى احساس في الدنيا احساس الامان، مش خايف من حاجه خالص، الحمد لله الدنيا عندك حلوه قوي قوي. طيب نخلي بالنا بقى من الحاجات الحلوه قوي الجميله دي عشان تحتها الجزمه ده. The devil ده بيوحي بالحسد او بالسحر. نخلي بالنا بقى من التطور بقى المادي والعلاقه الحلوه اللي فيها ارتباط دي والشمس اللي طالعه والمغامره اللي انت هتعملها، ان في قر عمال بيحصل من وراك. حصن نفسك، بلاش تتكلم، ما تقولش يعني ما اعرفش، هو ربنا قال واما بنعمه ربك فحدث، بس ما اعرفش يعني، حاول تحصن نفسك على الاقل على الاقل، واحد مش عارف يعمل ايه وما اعرفش. خلي بالك ايه طاقه حسد عندك يا اسد، جامده جدا، خلي بالك، او ممكن تكون وصلت للسحر كمان. مجهود مبذول في العمل واضح جدا جدا جدا، بس ممكن تعمل اكتر، كمان ممكن تعمل اكتر، دوس على نفسك اكتر شويه. في حد شكله في مجال العمل، مش شرط يكون برج اسد، بس هو شخص مخيف مخيف وذو سلطه، كويس، افتكر ده عندك في العمل، ده سيطر عليه كده بالطبطبه زي ما هي بتعمل بالظبط، شايفين، اتقي شره يعني بمعنى اصح، اكسبه، حاول تكسبه لصفك. ايه اللي كانوا بقى بيسالوا بالنسبه للسناجل؟ السناجل المجموعه الثالثه في عندهم مشاعر جديده، في شخص هيظهر كده ويقدم عرض، مشاعر جديده. لو كان الشخص ده ظهر بالفعل فاحنا بنتكلم في خطوبه، في علاقه جديه، كنت ده نصيحته، انه اظهر مشاعرك يا اسد، اظهرها، الشخص ده الشخص المناسب، اظهر، ما تخافش يعني. في عندك موت لألم يا أسد، المجموعة الثالثة اللي كانوا بيعانوا من حاجة نفسية أو أي حاجة حتى جسدية، إن شاء الله في موت للألم، no pain anymore، خلاص الألم هيروح. أنا مش عارفة ده هل لأنه الموضوع اتعالج وخلص، ولا يا عيني أنت اتعودت على الوجع ده، بس انا حاسه ان هو اتعالج وان انت بقيت كويس والدنيا كويسه قوي قوي قوي. الخص القرايه، ان شاء الله تطور مادي كويس جدا، ان شاء الله مفاجئ كمان، حاله ارتياح وامان من الناحيه الماديه، ارتباط قوي مع الشريك، في حاله هروب من مواجهه، الشمس وجمال الشمس اكتر كارت بحبه، بفكر اعمل غلاف الكتاب الكارت ده، يعني في جهد مبذول جامد في الشغل بس انت ممكن تعمل اكتر. في هنا حاله عفويه كده، وزي ما انتوا شايفين ماشي بيتمخطر كده ومش فارق له حاجه، وشكله داخل مغامره. موت لألم، الحمد لله في شخص هيظهر نفسه، او الاسد نفسه لو هو ولد يعني، هو اللي هيظهر نفسه وهيقدم عرض لشخص معين، عرض ارتباط. خلوا بالكم الحسد يا اسد جدا جدا، العين عليكم جامده قوي 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 الفتره دي، لان ما شاء الله الدنيا عندكم حلوه. الشخص العنيف ده اللي انت تعرفه اللي يخوف بالطريقه دي، حاول تكسبه بعقلك، روده بعقلك، ان شاء الله هتقدر عليه باذن الله يا هدير، ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ربنا يسعدكم كلكم يا رب. لا بصي انا خلاص ابتدى يبقى عندي ثقه في نفسي صراحه في المواضيع دي، لان قرايات كتير قلتها سواء عامه او خاصه، والحمد لله.